السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث. اليوم سنستكمل معا قصة صياد السمك الطيب. خطوات درس اليوم: مناقشة التهيئة، عرض أهداف الدرس، الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، مناقشة أسئلة حول النص من خلال سؤال وإجابة، النشاط الكتابي، وأخيراً التقييم الختامي. التهيئة: أجب عن الأسئلة التالية، سجل الإجابات في دفترك وأرسلها لمعلمتك. حسناً، بما رزق الصياد؟ بما رزق الصياد؟ ما المشكلة التي تعرض لها الصياد؟ ما المشكلة التي تعرض لها الصياد؟ وبما شعر الصياد؟ بما شعر الصياد؟ رزق الصياد؟ نعم، رزق الصياد بسمكة. وما المشكلة التي تعرض لها الصياد؟ بالتأكيد أن هذه السمكة قد سرقت. نعم، وشعر الصياد بعدها بالحزن الشديد. أهداف الدرس: أن يستنتج المتعلم الدروس المستفادة من القصة. الهدف الثاني: أن يحلل المتعلم عناصر القصة الفنية. والآن يا أحبائي، هيا بنا نستمع إلى القصة. بعد الاستماع إلى القصة، توقف لقراءتها مرة أخرى بمفردك. انطلق الرجل الغريب بالسمكة وأعطاها لزوجته، ولكن السمكة أفلتت من يدها وفتحت فمها وعضت يد ذلك الرجل عضة قوية، طار بها عقله من شدة الألم. شعر الرجل الغريب بالأسف، وأدرك أنه أخطأ في حق الصياد. وفي اليوم التالي عاد إلى المدينة وسأل عن الصياد ودفع إليه ماله، فسامحه الصياد وعفى عنه. الآن هيا بنا نتعرف الكلمات الجديدة. معنى كلمة انطلق أي أسرع، أفلتت أي وقعت. ضد كلمة يبيع يشتري، قليلا كثيرا. ممتاز. والآن، من الشخصية الرئيسة في القصة وما صفاتها؟ نعم، الشخصية الرئيسة في القصة هي الصياد، والصياد رجل طيب ومتسامح. ما المشكلة الرئيسة في القصة؟ ما المشكلة الرئيسة في القصة؟ نعم، ذلك الرجل الغريب أخذ السمكة من الصياد ولم يدفع ثمنها. دلل على أن الجزاء من جنس العمل. دلل على أن الجزاء من جنس العمل، يعني من يفعل شيئاً يجده من خلال القصة. دلل على ذلك من خلال القصة، يعني إذا فعلت شيئاً صالحاً وصحيحاً ستجد جزاءه خيراً لك، وإذا فعلت شيئاً غير صحيح فستجد أيضاً جزاءه لك ولكن لن يكون خيراً. الرجل الغريب أخذ السمكة من الصياد ولم يدفع ثمنها، فقامت السمكة بعض يده، وبذلك شعر بالأسف والندم واعتذر للصياد. أحسنتم، اقترح نهاية جديدة للقصة.
فكر يا بطل في النهاية وأرسلها لمعلمتك. والآن استنتج المغزى من القصة. ما الدروس المستفادة من القصة؟ أو ماذا تعلمنا؟ فكر. فكروا أحبائي الطلاب، ماذا تعلمنا من القصة؟ تعلمنا من أحداث القصة عدم السرقة وأخذ أغراض الآخرين. تعلمنا أيضاً التسامح، أن نكون متسامحين مثل صياد السمك الطيب. العفو عند المقدرة. الرجل الغريب جاء إلى الصياد ودفع إليه ماله، فعفى عنه، وكان بإمكانه أن يسلمه للشرطة أو يرد له ما فعل به من أذى وشعوره بالحزن، لكنه عفى عنه وكان يقدر على ألا يعفو عنه فسامحه. وأن الجزاء من جنس العمل، يعني الجزاء من نفس العمل. هيا بنا نحلل عناصر القصة. ما الشخصيات في القصة؟ الصياد، الطيب، والرجل الغريب، وزوجتي الرجل الغريب. أحسنتم. ما الزمان في القصة؟ في أحد الأيام. رائع. والمكان؟ المدينة والسوق أكيد. المشكلة أن الصياد رزق بسمكة، ولكن الرجل الغريب أخذ السمكة دون أن يدفع ثمنها. والحل؟ اعتذر الرجل الغريب للصياد ودفع له ماله، فعفى الصياد عنه. والآن ادخل على السيسو وأجب عن الأنشطة. افتح الرابط التالي وأجب عن الأسئلة الموجودة فيه. والآن افتح موقع عصافير واقرأ قصة من القصص المحددة لك، ثم أجب عن الأنشطة المخصصة لها. شكراً لكم أحبائي الطلاب، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية. مع السلامة.